بيست فريند. يلا ما نكمل. سمعتيش طيب عن يلا يا كلام. زنور، يلا يا زنور، كرانا نمبر 1. The cells are the building block of living organisms. ايه رأيك في الكلام ده؟ right، برافو عليك. ان السيل دي ار بيلدينج يونت بلوكس اوف ليفينج اورجانيزم. شطوره. لسه ما جاوبتش. يا راجل يا راجل يا نصاب، جاوب يلا. بقالي ثلاث بقالك بقالي ثلاث ثلاث دقايق. أسئلة ما جاوبتش. ايوه، يلا نمبر 2 ثلاث يا أسئلة استاذ عليك. ياسين. يلا يلا ماشي. يلا يا ياسين. ماشي. Organs of the human body consist of tissues that are formed of similar cells. صح. True. برافو عليك، فعلا الأورجانز بتتكون من تيشوز. تمام، تعال بقى نعيد نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، بس هنزود لك عليه بعض المعلومات. أول حاجة قلتها لك أصلا أول ما بدأنا الكونسبت الأولاني، إن عندك حاجة اسمها سيل، والسيل دي قلنا عليها building unit of all living things. تمام، أول حاجة أما نيجي نتكلم على الهيومن بودي، يبقى احنا كده بنتكلم على المالتي سيلولر أورجانيزم. طبعا احنا عارفين الكلام ده، مالتي سيلولر يعني عندها ميني اوف سيل، عندها سيلز كتير قوي. تمام، قال لك يا سيدي different shapes of animal cell اما تتجمع مع بعضها تكون لك حاجه اسمها تيشو، والتيشو اما يتجمع مع بعضه يكون لك حاجه اسمها اورجن، والاورجن اما يتجمع مع بعضه يكون لك حاجه اسمها سيستم، والسيستم اما يتجمع مع بعضه يكون لك الهول بودي اوف هيومن. طبعا الكلام ده قديم وشرحناه واستفدنا فيه، وبصوا يعني قلنا في حاجات كتير. تعالوا ندخل بقى في الشغل الجديد. ايه هو الجديد بقى؟ قال لك how are cell organized to build the human body. ازاي السيل دي بتبدأ تعمل organized؟ يعني ايه organized؟ يعني تبدأ تنظم نفسها عشان تكون لك السيستم او البادي بتاعك كله. اول حاجة بتعملها السيل دي ان هي from a cell تو تيشو. ايه اللي بيحصل بقى؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، although all cells have things in common، كلهم يعتبروا حاجه مشهوره جدا وكلنا عارفينهم السيلز ديت، but they are many shapes and size of cell. في اشكال كتيره قوي وسايزز كتيره قوي موجوده في السيل بتاعي. طيب يا ميس احنا مطلوب مننا ايه؟ قال لك because the cell must be specialized to perform specific function. السيل دي عشان هي عندها different size و different shapes، ده بسبب ان كل جزء منها وكل شكل منها ليه specific function، بيعمل function محددة. هل لما اجي اقول لك النيرفوس سيستم زي الدايجستيف سيستم تيجي تقولي لا، النيرفوس سيستم ليه function والدايجستيف سيستم ليه function. عشان كده رحمة من ربنا بينا خلق كل سيستم جوانا عنده شيب وسايز بتاع السيل غير اخته اللي جنبها. تمام، تعالى ناخد اول حاجه الماسل سيل، اهي اللي قدامك دي بنسميها ماسل سيل. بتعمل ايه الماسل سيل دي؟ قال لك they are in the form of long fibers، طويله قوي. long fibers يعني ايه long fibers؟ يعني الياف طويله، مش عايزاك تعرفها بالعربي، اسمها long fibers وخلاص. بتعمل ايه المصل سيل دي؟ بتعمل لك allow to movement، بتساعدك ان انت تعرف تعمل حركة. هل لو رجلك في ما فيهاش muscles انت هتعرف تعمل movement؟ مستحيل، it is very impossible. لو انت ما عندكش muscles مش هتعرف تتحرك اصلا، زي اعزكم الله يا رب ربنا يحفظكم ويحفظني، الشخص المشلول او الشخص اللي عنده شلل مثلا في جزء من جسده، ايه اللي بيحصل في الجزء ده؟ الجزء ده بيتوقف الماسلز فيه عن الفانكشن اللي هما بيعملوه. مثلا لو لا قدر الله لا قدر الله يا رب تعرفوا حد مثلا مشلول في ايديه، ما بيبقاش اصلا feeling of this hand، مش حاسس بايديه. ليه؟ عشان كل الماسلز اللي موجوده في الهاند بتاعته مش شغاله، not movement. تمام؟ ماشي. قال لك they must be able to store and use energy quickly. جوه المسل سيل دي لازم تعمل ستور للانرجي،
وتبدأ تستخدم يوز انرجي دي كويكلي بسرعة. ليه؟ عشان تساعدك في الحركة. هل مثلا انت لازم تقعد ساعتين عشان تقدر تتحرك من منطقة لمنطقة؟ مستحيل. انت في اقل من ثانية لو عايز تتحرك ترفع رجلك وتقوم ماشي. ايه يا خديجة؟ ارفع ايديكي ليه؟ يعني نسي المسلز دي، يعني زي ما قلت لو واحد يعني مشلول، يعني ايه اه اللي بيخليه مشلول؟ يعني ايه اللي بيخليه يحصل له كده؟ بصي، مش انت اتفقنا البرين بتاعك ده هو اللي بيتحكم في كل حاجة في جسمك؟ البرين ده لو جزء منه ما ارسلش سيجنالز للمسلز بتاعت ايديكي، بيحصل للمسلز اللي موجودة في ايديكي توقف عن العمل، بتقف، مفيش اي سيجنالز بتوصل لها، مفيش اي اشارات بتوصل من المخ. عشان كده المخ بيخلي ايدك دي يحصل لها شلل. يبقى الشلل اساسه اصلا جاي من برين، ان البرين ما بقاش يرسل سيجنالز للماسلز اللي موجوده في الهاند بتاعتك، عشان ماشي. كده الشخص ده ما بيقدرش يتحرك. ايه يا نور؟ سلام عليك، بس ان صوحنا كده هو صوتك بيقطع، يعني انا صوتي واضح لكن انت صوتك بيقطع يا نور. نعم. يعني بلاد، يعني حتى مش بتوصلي ايه البلاد، مش بتوصل ايدي المشلولة. لا، مالناش دعوه بالبلد دلوقتي، انا بتكلم على النيرفوس سيستم. النيرفوس سيستم والنيرفوس اللي ما تكون موجوده في ايديكي، النيرفوس دي لو مش شغاله انت بتصابي بالشلل، بعد الشر عليكي طبعا. بس كده. نور انت رافعه ايديكي ليه؟ نور، نور مش وصل لها اصلا. تمام. قال لك يا سيدي ايه الحاجه التانية اللي هنتكلم عليها في المسل سيل؟ قال لك they don't work alone، مش هتعرف تشتغل لوحدها، because the size of muscle cell is very very small. طب هي لازم تعمل ايه يعني؟ يعني عشان تشتغل ما هي بتعرفش تشتغل لوحدها، ما هنساعدها يعني عشان تشتغل؟ قال لك اه، you must work with thousands of cells to be effective. عشان انت ايدك تعرف تعمل movement او الفود بتاعك يعمل movement، انت لازم يكون عندك thousands of muscle cell، الاف من المسل سيل. ما تجيش تقول لي مس انا عندي مسل سيل واحده بس هي اللي مشغلالي البادي بتاعي كله، مفيش الكلام ده. لازم ربنا عشان يخلي المسل بتاعت ايدينا تتحرك يخلق جواها thousands of cell، الاف من السيلز. تمام. قال لك يا سيدي اخر حاجه خالص، they are bundled. يعني ايه bundled؟ يعني collect، تتجمع كلها مع بعضها together to form a tissue. يبقى انا في البدايه خالص اما قلت لك السيل لو اتجمعت تعمل تيشو، كنت انا بقول لك كلام صغير، مش انت دماغك كانت لسه صغيره كده، دلوقتي كبرت، انت لازم تعرف السيل دي عباره عن ايه، بتعمل ستور للانرجي ولا لا، بتعرف work alone ولا متعرفش work alone، ثم في النهاية خالص تقدر تقولي فعلا السل دي بيحصل لها كولكتد عشان تكوني التشو. لحد كده بقى حد مش فاهم انا عمال ارغي في ايه؟ حد عنده مشكلة في اي نقطة انا قلتها؟ لا ماشي، غيره كلكم تمام؟ تمام التمام تمام. وانت تمام تمام؟ مس، نعم. هو الحصة بتاعتها كام؟ مني عندي درس. الحصة هتخلص امتى؟ احنا لسه بنخلص 10 أو 10 و10. تمام. ماشي. قال لك يا سيدي طب تعالى بقى نوصف ايه اللي بيحصل عشان انت from tissue to organ، عشان انت تمسك التشو دي تحطها جنب بعضها كده وتكون الأورجن. تعالى برضو ناخد in details، بديتيلز كبيرة أوي. قال لك يا سيدي في البداية bundles of tissue، يعني ايه bundles؟ قلنا معناها كلكت، تجمع من التيشو. are organized، بتبدأ تترتب to form the muscle، عشان تكون لك المصر اللي احنا كنا لسه عمالين نرغي عليه. يبقى أول حاجة التيشو are organized to form a muscle، لو زي الصورة اللي قدامك دي، ده التيشو والتيشو 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 كله فوق بعضه بيكون لك ايه في الآخر؟ المصل تيشو. ثم المصل دي is considered an organ، المصل دي احنا بنعتبرها اورجن.
تمام، زي مثلا الهاند، الفوت، البرين، ما اعرفش ايه، and so on يعني. An organ is a part of organisms that has a specific function. والأورجان اللي اتكون ده بيكون عنده function محدد. طب هاتي لي example يا ميس. ممكن example؟ أكيد طبعا. The muscle that lies on the front part of upper arm. انت ايدك اهي، افرد ايدك كده واتنيها، انت عمال تعمل ايه؟ عندك upper part في الارم و upper part او shoulder. يعني ايه shoulder؟ اللي هو الجزء اللي من اول كوعك لحد ايدك من قدام، ده احنا بنسميه shoulder. تمام، من كوعك لايدك من فوق. يعني بص منين، تخيلوا معايا، انت اهو بص كده على الشكل ده اهو، دي راسك. اكبر لكم بس شويه كده عشان اشرح عليه اهو. بص دي راسك، تمام، من اول راسك لحد الحته دي كده بنسمي الحته اللي في النص دي shoulder. ثم من اول الحته دي من النص كده لحد الحته دي في ايدك بنسميها ال upper part of your hand. يبقى دي upper part واللي فوق shoulder. تمام؟ تمام، نرجع للموضوع. قال لك يا سيدي ال muscle that lies on the front part upper arm، اهو ال upper arm اهو، ده ال upper اللي هنا ده، بيخليه يحصل له ايه؟ بيخليه يحصل له a pull and the shoulder. يعني ايه بقى الكلام ده؟ قال لك بيخلي ال upper part اللي انا عملت لك عليه دوت يحصل له، يحصل له ايه؟ تقدر تتنيه وتفرده، تتنيه وتفرده، تتنيه وتفرده. امتى تعرف تعمل كده؟ قال لك تعرف تعمل كده لو انت عندك muscle tissue. يبقى تاني، التشو بيبدأ يحصل له organized عشان يكون لك الأورج. بعد ما يتكون الأورجن هتبدأ انت ال upper part من الأرم بتاعتك، الجزء ده ال upper part وال apple والشولدر، كل أجزاء إيدك. إيدك بتتكون من 3 بورت، شولدر، أبر بورت، بعد كده إيبولو. أوكي؟ أوكي، يبقى أنت كده عرفت الأورجان بتاعك بيشتغل إزاي. تمام، قال لك يا سيدي إحنا خلاص قربنا نخلص، عشان بس لو حد عنده حاجة إحنا قربنا خلاص، أخرنا البيج دي، إحنا نخلص الجزء ده يبقى إحنا كده خلصنا. تمام، قال لك طيب عايزين ناخد بقى من الأورجان تو ذا سيستم، ناخد إيه اللي بيحصل عشان السيستم يبدأ يتكون. زي ما انت قلتي لي اورجان، عايزين ناخد بس السيستم. قال لك يا سيدي زي ار ميني اورجانز ان ذا بودي، في اورجانز كتير قوي موجوده جوه جسمك. each system is a group of organ، كل سيستم عنده جروب اوف اورجان بتعمل specific job او specific function for your body. تمام، عايزين example عشان نفهم. احنا عرفنا ان السيستم بيتكون من اورجانز، عايزين بقى example. هناخد الماسكولو سكيلتال سيستم، الماسكولو سكيلتال سيستم. الماسكولو سكيلتال سيستم ده قال لك بص يا سيدي جوه الرسمه دي، هنا اسمها ماسكولر سيستم، والعظم نفسه او البونز اللي موجوده في جسمك بنسميها سكيلتال سيستم. تمام، اما نجمع الاثنين دول سوا هنسميهم ماسكول سكيلتال سيستم، نجمع بين الكلمتين. تمام، قال لك يا سيدي الماسكولو سكيلتال سيستم ده is formed of two systems which are muscular system و skeletal system. يعني انت لو جمعت two systems مع بعض لازم تجمع الكلام مع بعض، muscular و skeletal هما الاتنين يتجمعوا مع بعض. طب ماشي، ايوه ال system ده بيعمل لي ايه يعني؟ قال لك work together to allow body to move، بيبدأ يشتغلوا هما الاتنين سوا عشان يساعدوا البودي بتاعك يتحرك. يعني ايه يا ميس؟ مش انت لسه قايلين يا ميس عندنا الايد او الهاند دي تتكون من 3 حاجات؟ اه، قلت لك اول حاجه الشولدر، ثم الابر بورد، ثم الايبول اللي هو اول حاجه الكتف عندك من فوق، ثم الايد، ثم المرفق بتاعك. تمام، زي ما انا عرفتك انت ازاي تحرك ايديك، انا عايز اعرفك بقى انت ازاي بتحرك جسمك كله، او ازاي مثلا الشخص اللي مش عارف يحرك جسده ده عنده مشكله في اني سيستم. قال لك الشخص اللي عنده شلل او مش عارف يحرك جزء من جسمه ده بيكون عنده فانكشن او عنده مرض في تو سيستم دولت، او اللي انا عامله عليهم سيركل، الماسكولار سيستم والسكيلتال سيستم. تمام، يبقى تاني قبل ما حد يرفع لي ايدي يقول لي مش فاهم، تاني الماسكول سكيلتال سيستم هو عباره عن تو سيستم. اول حاجه ماسكولار سيستم ده بنسميه الجهاز العضلي المسؤول عن العضلات في جسمك، السكيلتال سيستم ده المسؤول عن العظم في جسمك.
انت عشان تقدر تتحرك لازم يساعدك حاجتين، العظم اللي موجود في ايدك او رجلك، ثم العضلات اللي موجودة في ايدك او جسمك. اي حاجة من دول تغيب انت ما تقدرش تتحرك. مثلا زي حد مثلا كان بيلعب كورة ورجله اتكسرت. يعني ايه رجله اتكسرت؟ عارفين العظم اللي باين قدامكم ده بيحصل له بريك، يتكسر، فنقوم مجبسينه ونقول له اقعد في البيت 10 ايام. عشان كده اي خلل في الماسكولار سيستم او السكيلتال سيستم بيؤدي ان الشخص ده كانت ميك موفمنت، مش بيعرف يعمل موفمنت. اوكي، قال لك يا سيدي it consists of group of organs. كل اللي قدامك دول ممكن نقول عليهم organs. اول حاجه bones عظام، muscles للعضلات، ligaments و tendons و cartilages. كل الاسماء اللي انا عماله اقولها دي انا هشرحها قدام تاني. انا دلوقتي بعرفك بس السيستم ده بيتكون من ايه، جاست عشان تعرف هو بيشتغل ازاي. تمام، البونز والماسكولار والليجمنتس والتينودز وما اعرفش ايه وحاجات كتيره قوي قوي قوي. اخر حاجه بقى ازاي السيستم to make the whole body، بتكون لك الهول بودي بتاعك. قال لك السيستم اما يتجمع مع السيستم، اما يتجمع مع السيستم بيبدا many of simple tasks you perform daily require. تبدا انت تعمل كل الحاجات المطلوبه منك في اليوم العادي بتاعك. زي ايه؟ you play food، تعرف تلعب كورة. This require interaction between respiratory system و circulatory. يعني انت عشان تلعب كورة شوف كام جهاز في جسمك بيشتغل. أول جهاز طبعا respiratory system عشان تفضل تنهج وانت بتجري في الكورة. تاني حاجة circulatory system عشان يبدأ يعمل transport للبلد. ثم النيرفوس سيستم عشان لو انت اتنرفزت قوي، فاكر الصورة انا شرحتها لك في الأول، لو انت اتنرفزت قوي. وكمان الماسكول سكيلتون سيستم، واخر حاجه الاكستراتوري سيستم. شايف كل ده عشان انت بس تعمل بلاي فود. يبقى انت فعلا البودي بتاعك لو مش بيتكون من سيستم انت كان زمانك مش قادر تكمل حياتك. بس كده نقف لحد هنا عشان بس اللي عنده درس ما يكونش اخر بقى. خديجه رفع ايديكي تجاوبي ولا رفع ايديكي سؤال؟ لا سؤال، اتفضلي. لو مثلا يعني لو شخص عنده شلل في كل حتة ده بيأثر على المخ بتاعه، يعني ميقدرش يفكر كويس أوي، شخص عنده ايه؟ شلل في جسمه كله، شلل في جسمه كله. يبقى كده ده البرين بيخلي بتاعه المخ دوت بتاعه كله. هيشتغل يعمل له ايه؟ شخص شلل في جسمه كله ده مرض كبير قوي. انا مش عارفه هم كلهم خرجوا ليه. امال مين اللي هيحل الاسئله دي؟ يلا ألو، يا احمد. انت واحمد بقى. يلا يا احمد نمبر 1. تفضل، احمد انت في المايك. افتح المايك. يا ولد احمد انت نعم، موجود معانا ولا مع ناس تانية؟ كوكب تاني غدنا. لا يا مس، جاوب يلا نمبر 1. muscles and bones make up one of the human body systems. nose اسمه ايه nose السيستم اللي فيه الاثنين؟ musical ماسكولو اختار سكيليتال سيستم. ماسكولو ما اختصار ينفعش تقول لماسكل. اختار nose system عشان الكلمة صعبة. تمام، فهو دوت اختصار السيستم بتاعه اللي هو الماسكول اوكي سكيليتال سيستم. اكتبوها هنا بقى عشان انا مش قادره اكتب ده كله. يلا يا خديجه نمبر 2. yes. cell are on the front of the two floor تو الو او to اللاو allow to allow المسل سيل تتكون من ايه؟ تك المسل سيل. المسل سيل اهو the form of long fiber to allow movement. يبقى هنا بس هنكتب long fiber وهنا نكتب movement. How long fibers وهنا allow movement.
بس كده خلاص، احنا كده خلاص.